هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً، وده هيكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده. احنا طبعا اليوم هيكون في استقرار تام في الاحوال الجويه، درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها لهذا الوقت من العام، بيأثر علينا في طبقات الجو العليا ابتداء من مرتفع جوي هيعمل على زياده فترات طلوع اشعه الشمس بشكل كبير، واحساسنا باستقرار في الاحوال الجويه عظمى على القاهرة الكبرى، متوقع اليوم ان هي تسجل في اعلى درجة حرارة تسجلها على مدار اليوم 22 درجة مئوية، فبالتالي احساسي بالضغط خلال فترة النهار ان هو ضغط لطيف على اغلب المحافظات الشمالية زي السواحل الشمالية والوسط البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على المناطق الجنوبية بشكل كبير طبعا زي جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون في فترات النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة لان فور غياب اشعه الشمس بتكون فترات الليل بتبدا درجات الحراره تنخفض بشكل كبير، تنخفض اكثر ويكون محسوس الانخفاض ده خلال فترات الليل المتاخر اللي هي فترات الفجر، فتره الصباح الباكر اجواء بارده الى شديده الجوده في معظم محافظات الجمهوريه، لان الصغرى فتره الليل بتنخفض في بعض المناطق من القاهره الكبرى في 14 درجه مئويه، محافظات شمال الصعيد صغرى فتره الليل بتنخفض في 10 و9 درجات، فبالتالي المحافظات اللي هي ظهير الصحراء بشكل كبير، المدن الجديده والاماكن المفتوحه بتحس بالبروده بشكل كبير، طبعا دايما في حاله وجود استقرار في الاحوال الجويه وفي مرتفع جوي في طبقات الجو العليا تكون الظاهره الجويه المؤثره هي الشبوره المائيه، واللي كانت موجوده خلال الساعات الماضيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وممكن تكون كثيفه في بعض الاماكن يعني معها انخفاض في الرؤيه الافقيه، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع طلوع اشعه الشمس لانها مش شبوره مائيه ضبابيه. ان شاء الله بتوقع مع غد الخميس يكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، لان احنا متوقعين غدا عظمى على القاهره الكبرى هتكون 20 درجه مئويه فتره النهار، هيكون في نشاط للرياح مثير لبعض الرمال والاتربه في بعض المناطق من الجمهوريه، نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه هيستمر معانا كمان يوم الجمعه، لان احنا عندنا في بعض التقلبات الجويه بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وايضا منخفض سطحي على سطح. طيب هو النشاط ده يعني شديد ممكن ياثر على مرضى الحساسيه والجيوب الانفيه؟ هو بالفعل هيكون في اتربه وهتكون واضحه بشكل كبير خاصه يوم الجمعه، يعني هي تبدا معانا من يوم الخميس في الصحراء الغربيه وسواحلنا الشماليه الغربيه ومناطق من الوجه البحري، الاتربه هتبقى واضحه بشكل كبير، هتزيد اكثر يوم الجمعه لانها يوم الجمعه ممكن تشمل مناطق من القاهره الكبرى وشمال الصعيد، فبالفعل ممكن تاثر على مرضى الكتله الصدريه والجيوب الانفيه، فعشان كده النصيحه اللي احنا هننصحهم فيها بكره وبعده لازم احنا خارجين نلتفت للاهتمامات لمرضى الكتله الصدريه والجيوب الانفيه تحديدا، لان هيكون في بعض الاتربه والرمال الكبرى، بالاضافه كمان هيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، نشاط الرياح هيزود احساسنا اكثر ببروده الطقس، فهنحس كمان خلال الايام اللي جايه ببروده اكثر بسبب وجود نشاط رياح، دايما بيخلينا نحس بانخفاضات قيم درجات الحراره، فلازم طبعا الملابس الشتويه ولازم كمان جاكيت معانا واحنا خارجين خارج البيت في فترات الليل المتاخر او فترات الصباحيه. احنا خلاص بدانا تقريبا فصل الشتاء فلازم نلبس تقيل اليومين دول، كلمينا كمان على حركه الملاحه البحريه على البحرين. يمكن اليوم وغدا ان شاء الله حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر والبحر المتوسط معتدله بشكل كبير، ارتفاع امواج لا يتجاوز 60 متر لان سرعات الرياح يعني مش عاليه على سطح البحر الاحمر او البحر المتوسط، لكن مع يوم الجمعه والسبت وارد جدا يكون في اضطراب في حركه الملاحه البحريه على سطح البحر المتوسط تحديدا، لان هيبقى في سرعات رياح عاليه ممكن تؤدي لاضطراب الملاحه البحريه، بس على الاقل في السبت. اتفضلي يا فندم. كنت هسالك على نسبه الرطوبه النهارده. هو نسب الرطوبه يعني مش مرتفعه بالشكل الكبير لان مخصوص الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا في الاصل كتل هوائيه صحراويه، لكن وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يحبس اي رطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فاحنا هنحس بنسب رطوبه موجوده في الجو وده سبب تكون الشمس.
السبوره المائيه فتره الصيف الباكر، نسب الرطوبه خلال فتره الصيف بتتجاوز ال 75 وال 80% على المحافظات الشماليه، طبعا بنسبه 65 ل 40% المناطق الجنوبيه. بالنسبه لفترات النهار ما بين 30 ل 35% على القاهره الكبرى، ما بين 50 ل 55% على المناطق الساحليه. فترات النهار طبعا في المناطق الريفيه بتبقى اقل بشكل كبير، لان نسب الرطوبه المرتفعه بتبقى طبعا في المناطق القريبه من المسطحات المائيه وخاصه البحر المتوسط. كل ما تقدمت للمحافظات الداخليه كل ما نسب الرطوبه كانت بتزيد. صحيح، بشكرك فنيا، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 22 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 21-15، اسكندرية 21-13، العلمين الجديدة 21-12، مطروح 20-12، دمياط 23-13، بورسعيد 22-12، إسماعيلية 23-13، السويس العظمى فيها 23 والصغرى 14، العريش 23-12، كاترين 20-6، طابة 22-14، حلايب 25-20، شلاتين 27-19، شرم الشيخ 26-17، الغردقة 26-17، الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 13، بني سويف 22-13، الوادي الجديد 25-13، أسيوط 23-10، سوهاج 23-12، قنا 25-13، وأخيرا الأقصر 26-11، وأخيرا أسوان العظمى فيها 27 والصغرى 14. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية لمنى ومحمد نكمل معهم فقرتنا. شكرا ليك يا لمنى.